المصري البورسعيدي وغزل المحلة 1-1. تقدم ليه غزل المحلة المدافع مصطفى العش، وتعادل ليه المصري البورسعيدي في الشوط الثاني عن طريق ركلة ترجيح محمد عبد اللطيف جريندو. التعادل ده رفع رصيد المصري البورسعيدي للنقطة رقم 41 وانفرد بالمركز السابع، عدى الاتحاد السكندري اللي عنده 40 نقطة وتساوى بنفس الرصيد مع نادي فاركو، فوقيهم في المركز السادس المقاولين العرب برصيد 42 نقطة، بينما ارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة رقم 32 وبيزداد موقف غزل المحلة زعيم الفلاحين صعوبة. خلوني اتكلم النهاردة كده بشكل ملخص. انا بصراحة ما عجبنيش اداء نادي المصري البورسعيدي النهاردة، رغم عودة العديد من النجوم اللي كانوا غايبين الفترة الماضية للاصابة، سواء مروان حمدي او الياس جلاصي او عبد الرحيم دغموم او عماد الدين بوبكر او غيرهم من اللاعبين. كان في هرجلة كبيرة جدا في اداء المصري البورسعيدي في الشوط الاولاني، ولولا خبرات اللاعبين ما تعادل المصري البورسعيدي اليوم. لكن خلونا هنا ما نفصلش حاجة مهمة جدا، هي وجود دوافع. الدوافع عند فرقة غزل المحلة أعلى بكتير من المصري البورسعيدي. المصري لا بينافس على مربع ذهبي ولا في خطر الهبوط بلحقه، وبالتالي اللاعبين بيلعبوا المباراة بعدم وجود حافز أو مفيش دوافع يلعبوا بيها بالحد الأقصى من المجهود بتاع المباراة، وده شيء طبيعي جدا في كرة القدم بشكل عام وفي الكرة المصرية بشكل خاص. لكن هتكلم عن نقطة غريبة جدا حصلت النهاردة، ركلة الجزاء اللي اتحسبت ليه المصري البورسعيدي والصراع اللي حصل ما بين لعيبة المصري البورسعيدي على تسديد الركلة. في لقطة غريبة جدا، رجب عمران ماسك كرة وعبد اللطيف جريندو ماسك كرة وكل واحد فيهم عايز يشوط ركلة الجزاء، لكن كان واضح جدا ان رجب عمران مش هو اللي محطوط من الجهاز الفني لتسديد ركلات الجزاء، بدليل ان رجب عمران طلع يتخانق مع الجهاز الفني بتاع المصري البورسعيدي. كلنا كنا شايفينه وهو بيقول لاحد اعضاء الجهاز الفني وانت مالك الموضوع منتهي، يعني كلام غريب جدا مش بنشوفه غير في كرة القدم المصرية. طبعا كابتن ميمي عبد الرازق خد اجراء تربوي بعد المباراة مباشرة وخصم 100,000 جنيه من مستحقات رجب عمران بعد الموقف الغريب اللي عمله في احداث هذه المباراة، والموضوع في النهاية رجب مش مستاهل. طبعا التعادل ده بيصب في النهاية لمصلحة النادي الاسماعيلي الدراويش، لان غزل المحلة بالتعادل ده ما قدرش يتجاوز رصيد الدراويش اللي عنده 33 نقطة وعنده مباراة مهمة جدا بعد ساعات قليلة على ملعبه وسط جماهيره باستاد الاسماعيلية امام نادي طلائع الجيش. الدرويش في المركز ال 12 برصيد 33 نقطة. مجلس ادارة النادي الاسماعيلي زود المكافآت لحالة تحقيق الفوز على نادي طلائع الجيش. تشكيلة النادي الاسماعيلي المتوقعة في هذه المباراة: في حراسة المرمى احمد عادل عبد المنعم او محمد كوكو لو احمد عادل عبد المنعم ما كانش جاهز. في الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم، في اليمين كريم عرفات، في الشمال محمد مسوقي، في النص محمد حسن، سيرجي اكا، احمد مدبولي في اليمين، ياو انورو، في الشمال محمد الشامي، وفي المقدمه التونسي فراس شواط. لو في تغيير عن التشكيل ده ممكن كابتن حمزه الجمل كده يفكر في لحظه تجلي كده ويدفع بيه عمر الساعي اللي ظهر بشكل كويس جدا في المباراه الماضيه لما نزل امام المقاولين العرب، اعتقد ان ممكن يدفع بيه مكان او انور اللاعب البنيني الغاني. فوز الدرويش هيرفع رصيده من النقاط للنقطه رقم 36 وينتهي الكابوس اللي في جماهير الدرويش هذا الموسم، كابوس يعني الله لا يعيده، ايام الله لا يعيدها على جماهير النادي الاسماعيلي اللي تحملت ما لا يتحمله بشر في هذا الموسم الصعب الغريب. ويبقى الاهم هو التحضير بشكل احترافي للموسم الجديد وحل الازمات الماديه والازمات الاداريه وحسم مصير جهاز فني جديد او استكمال الجهاز الفني اللي موجود حاليا علشان يبدا المهمه ويبدا فتره الاعداد وهو اللي يختار اللاعبين. كل دي امور مهمه جدا، لكن في رايي الشخصي ان الاهم من ده كله هو تسويه ملف الديون الكبيره جدا اللي تسبب فيها للاسف الشديد مجالس ادارات النادي الاسماعيلي المتلاحقه. النادي الاسماعيلي عنده ديون للاعبي الاجانب سواء بقى دييجو كارميلو، جان مورييل بوييه، محمد بن خماسه، نور الزمان الزموري، شيلونجو، ده غير طبعا المدير الفني الاسباني جاريدو. مهمه صعبه جدا لمجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي من المفترض انتخاباته تجرى في شهر 7 القادم باذن الله بالتوفيق دائما وابدا للدرويش. هل يفاوض نادي الزمالك الثنائي يحيى جبران والياس شركي؟ مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بينفي هذه الاخبار تماما وبيؤكد انها مجرد ترشيحات من وكلاء اللاعبين. المصدر بيؤكد ان الاولويه عند مجلس اداره نادي الزمالك هو حل ازمه القيد،
ايوه نادي الزمالك عنده ازمه قيد جديده بتهدد القيد بتاع نادي الزمالك للفترتين القادمتين. نادي الزمالك مطالب بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار لنادي سبورتنج لشبونه البرتغالي. قضيه شيكابالا فاكرينها؟ اتنقل في موسم 2014 ورجع مصر في 2015، وحتى الان نادي الزمالك لم يدفع الفلوس بتاعه النادي البرتغالي. في جواب من المنتظر ان هو يصل لنادي الزمالك خلال ايام قليله، هيوقف نادي الزمالك من القيد. مسؤولي نادي الزمالك عندهم علم بوصول هذا الجواب، وبالتالي الاولويه حاليا عند مسؤولي نادي الزمالك هي حل هذه الازمه وتوفير مبلغ 1.5 مليون دولار، مبلغ كبير طبعا لحل ازمه القيد بتاعه نادي الزمالك. بعد كده يشوفوا المرحله الثانيه وهي حسم ملف اللاعبين المعارين من نادي الزمالك هذا الموسم. الزمالك عنده 6 اعراض، نادي الزمالك اعار محمود علاء للاتحاد السكندري، يوسف اوباما لنادي الحزم السعودي، احمد عيد لنادي انبي، والثلاثي حمدي علاء وحسام اشرف واسامه فيصل لنادي البنك الاهلي. نادي الزمالك هيجتمع بالجهاز الفني وبلجنه الكره علشان يحسم ملف امر المعارين، سواء باعادتهم لنادي الزمالك من جديد او برحيلهم بشكل نهائي. بعد كده يبقى يفكر نادي الزمالك بعد حل ازمه ايقاف القيد وبعد كده لعيبه المعارين، يبقى يفكر في الصفقات بتاعه الموسم الجديد مع المدير الفني الكولومبي اوزوريو، اللي بيؤكد الجميع ان هو مكمل مع نادي الزمالك الموسم القادم باذن الله بعد الارتفاع الملحوظ في اداء نادي الزمالك وفي المستوى الفردي للكثير من لعيبه نادي الزمالك في المباريات الاخيره. المدير الفني لمنتخبنا الوطني مستر روي فيتوريا بيعلن عن قائمة المنتخب المصري اللي هتخوض معسكر مغلق في الفترة من 10 ل 18 يونيو. في هذه الفترة هيخوض منتخبنا الوطني مباراتين، مباراة أمام منتخب غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، وبعد كده هيبقى في مباراة ودية أمام منتخب جنوب السودان يوم 18/6 بإذن الله. القائمة فيها 28 لاعب وشهدت العديد من المفاجآت. اختار روي فيتوريا 3 حراس مرمى، محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل، وبالتالي تم استبعاد احمد الشناوي حارس نادي بيراميدز اللي كان بيتم غالبا اختياره في الفترة الماضية. خط الدفاع ضم كل من محمد هاني وهشام صلاح الظهير الايمن لنادي الاتحاد السكندري، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي قلب دفاع نادي فيوتشر، ومحمد حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز، واحمد ابو الفتوح الظهير الايسر لنادي الزمالك العائد من جديد لصفوف منتخبنا الوطني بعد فترة غياب بسبب الاصابة. ضم خط الوسط كل من مروان عطية ومهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد لاعب خط وسط نادي فيوتشر، ومحمود حماده، احمد مصطفى زيزو، محمد هلال لاعب خط وسط نادي البنك الاهلي المتالق مع البنك الاهلي في الفتره الاخيره وقاده الابتعاد عن صراع الهبوط، ومعاهم ايضا محمد رضا بوبو لاعب خط وسط نادي فيوتشر، وفي الهجوم محمد صلاح ايقونه الكره المصريه نجم نادي ليفربول، ومصطفى فتحي الجناح المتالق لنادي بيراميدز في الفتره الاخيره، حسين الشحات عوده جديده لحسين الشحات بعد تالقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، عمر مرموش لاعبنا المنتقل حديثا لنادي انتراخت فرانكفورت في البوندسليجا بالدوري الالماني، محمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم كهربا، احمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، واخيرا النجم مصطفى محمد. طبعا المعسكر هينطلق يوم 10 باذن الله، يعني قبل يوم من مواجهه النادي الاهلي امام الوداد المغربي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا بالمغرب، وبالتالي هيعود لعيبه النادي الاهلي وهينضموا مباشره لمعسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهه غينيا يوم 14/6 ضمن مواجهات الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2024 باذن الله بكوت ديفوار. الوقت ضيق جدا، لكن باذن الله يحقق النادي الاهلي الاميره الافريقيه رقم 11 ويرجع لاعبيه فريش لمنتخبنا الوطني لمواجهه غينيا وبعديها جنوب السودان. بكده القائمه تم استبعاد منها النجم احمد حجازي نجم نادي اتحاد جده السعودي بسبب الاصابه، ايضا تم استبعاد الثنائي المحترف احمد حمدي وسام مرسي. مواجهه مصر وغينيا باذن الله هتتلعب في المغرب بمراكش بسبب عدم اعتماد الاتحاد الافريقي لكره القدم لملاعب غينيا. الحكم الغاني دانيال لاي لاريا هو اللي هيدير المباراه باذن الله. منتخب مصر متبقي له في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه غير مواجهه غينيا مواجهه اخرى اخيره امام منتخب اثيوبيا بالقاهره. منتخب مصر بيتصدر المجموعه برصيد 9 نقاط بالتساوي مع منتخب غينيا، يليهم منتخبي ملاوي واثيوبيا ب3 نقاط فقط لا غير، بالتوفيق باذن الله دائما وابدا لمنتخبنا المصري.
لو اول مره تشوفني يا ريت تدعمنا، اشترك في القناه، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع، اشوفك على خير. شكرا ليكم، مع السلامه.